هيا من 3 أيام مات المفكر الألماني المسلم مراد هوفمان. وأنا عاوز أقول لكم حاجة عن 3 أشخاص مهمين في القرن 21، وهم ليسوا بعرب. البروفيسور الراجل السفير الدبلوماسي الألماني مراد هوفمان الذي أسلم سرا في 80 ثم أعلن بعد ذلك عن إسلامه، وهو فيلسوف مسلم رائع. والثاني هو الأستاذ علي عزت بيجوفيتش من البوسنة والهرسك، وهو فيلسوف بدرجة مجاهد. والبروفيسور نجم الدين أربكان، وهو أستاذ هندسة بدرجة مناضل سياسي. والثلاثة مش عرب، خلي بالك من الحكاية دي. كما كان من حرروا السنة وكتبوا أصح كتب السنة غير عرب، فلا البخاري مسلم ولا مسلم مسلم ولا مثلا ده كتير قوي يا أخي، ده كتير. غير أنا عمال أفتكر بقى الواحد ده كتب السنة كلها وصحيح السنة، ربنا يذكرني. الألباني مسلم، هو من 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 بلاد الإسلام، مش عربي صح، لكن هو وطنه في، وهو لسه عايش بالمناسبة. طبعا الشيخ الألباني عاش في السعودية ونفي منها، وتقريبا موجود في تركيا بس لمعلوماتك يعني. ابن ماجه وابن حبان وكل هؤلاء، بس عشان افتكر شوي شوي. طيب مراد هوفمان فيلسوف دبلوماسي بدرجة فيلسوف إسلامي، أرى أنه لا يقل مكانة عن سيد قطب. سامحوني شوي، سامحوني في الحتة دي. ليه؟ الراجل ده ألف مجموعة كتب مهمة جدا، وله كلام مهم في كتابه يوميات ألماني مسلم. تناول الإسلام كدين واعتقاد، وهكذا فعل سيد قطب أكثر من تناوله واقع المسلمين. في ناس تنحو منحى أنه نتكلم عن واقع المسلمين، نتكلم عن الفكرة عن العقيدة. ويرى أن الإسلام يمكن، وركز معاه هنا، أن يملأ الفراغ الذي تولد عن انصراف الغرب عن الكنيسة إلى الإلحاد. دي مجموعة كتب. وهو يرى في كتابه عن الإسلام أنه أن القرن 21 هذا القرن هو قرن انبعاث الإسلام في أوروبا. ده مين؟ مراد هوفمان. وقد رأى السيد قطب عليه رحمة الله نفس الشيء، أن الأيام والعقود القادمة هي عقود الإسلام، وأنا أثني على كليهما، فالأيام المقبلة هي أيام الإسلام. خد بقى كده، حط منشط، الأيام والعقود والسنين المقبلة برغم كل الحرب اللي حضرتك شايفها هي أيام الإسلام، ومن ثم هي أيام المسلمين. فإعادة إحياء الدين قادمة. مراد هوفمان غربي مسيحي كاثوليكي، انتقل إلى الإسلام وتحدث كفيلسوف وكعالم. قال إن الإسلام بديل صالح لحل مشكلات العالم الكبرى في عصر ما بعد الحداثة والألفية الثالثة. وهو من هو؟ حاصل على الماجستير من هارفارد والدكتوراه من جامعة ميونخ، ويعيب على المسلمين أنهم تركوا الجهاد في سبيل الله. هنا يلتقي مع مين؟ مع سيد قطب. ومات
هو مواليد 31، يعني هو مولود بعد شوية من ميلاد كل من أربكان وعلي عزت بيجوفيتش، فواحد منهم 25 واحد منهم 26. مات 89 سنة، لأن علي عزت بيجوفيتش مات 2003 والبروفيسور أربكان مات 2011. فهذا فيلسوف مسلم غير عربي، وذاك قانوني الأستاذ بيجوفيتش مناضل شرس، ولد في البوسنة والهرسك، عاصر وعايش الشيوعية وعدم الانحياز، الذي لم يكن عدم الانحياز كان انحياز ضد المسلمين في عصر تيتو وتيتو جوزيف بروس تيتو وعبد الناصر ونهرو، كانوا العمود الأساسية لتشكيل دول عدم الانحياز. وعانى المسلمون في يوغوسلافيا التي كانت منها البوسنة والهرسك عانوا أشد المعاناة. ولما ذهب وفد إلى عبد الناصر يشكو تيتو من تحيزه ومعاملته السيئة للمسلمين، كاد عبد الناصر أن يعتقله. أيوة أيوة زبولك. هذا الرجل القانوني الحقوقي خريج حقوق انتفض فأصبح سياسيا بدرجة مجاهد، وقد عانى الأمرين من الحكم الصربي أو الحكم الفيدرالي، وشنت ضد بلاده حرب صعبة حوصرت فيها سراييفو، وقتل المسلمون في سربنيتسا وفي غيرها وفي غيرها. أعلن عن الجهاد في سبيل الله وهو غير مسلم، بينما شيوخ الإسلام عندنا لا يحبون لا الجهاد ولا الإسلام. فهذه فترة مهمة جدا، وكان يرى علي عزت بيجوفيتش هو الآخر أن الإسلام قادم لا محالة، الإسلام قادم لا محالة. وقد أحيا بجهاده الإسلام ومات وهو رئيس لدولة البوسنة والهرسك. الثالث، حتى أقطع الطريق على الذين يقولون الإسلام خلاص خلص ومحمد بن زايد طلع بقى وركب خلاص احنا بقى نخش العشش، ما بنخشش عشش، ما فيش حاجة. الكلام ده كان فارغ. الثالث هو البروفيسور نجم الدين أربكان، وهو من هو أستاذ الهندسة صح، والذي أسس عدة أحزاب في مواجهة العسكرتارية التركية، وكلما أسس حزب فاز، وكلما دخل البرلمان اعتقلوه وحلوا الحزب، وكان جهاده في السياسة. وهو صاحب وجهة نظر أنه إذا لم يمارس الإسلاميون والمسلمون السياسة فسيأتي من يسوسهم بغير الإسلام. وما حزب العدالة والتنمية ولا أردوغان ولا جول ولا كل هؤلاء إلا نبتة من نباتات هذا المناضل السياسي الذي ولد في 26 ومات في 2011 عن عمر 85 عاما. وما زال الجميع يبكي، والذين أرادوا الفتنة بينه وبين أردوغان كذبة ومتنطعين، فحسب معلومات الشخصية أنه كان يتواصل مع نجم الدين أربكان منذ اعتلائه لحزب العدالة والتنمية وحتى وفاته. بالمناسبة أصل في ناس بترهرط كده بتلهلط في الكلام، منهم إسلاميين ما بيحبوش، أصل في سامين ما بيحبوش أردوغان برضو، خلي بالك عندهم شوية ارتكارية منه. الثلاثة نفر دول أنا مش هقول بشبههم بالثلاث نفر بتوع بالأنفاق بالناس اللي دخلت الكهف، ما أعرفش سبعة وثمانهم كلبهم، لكن عدد فردي ليسوا بعرب، هم من أحيوا الإسلام في قلب أوروبا الميت. ولك أن تتخيل ماذا لو نهض المسلمون في بلادهم والمسلمون الذين يعيشون في أوروبا، لو نهضوا
لنهض العالم، وهذا هو سر الحرب على المسلمين حول العالم.